انت نتكلم عن عدد العطل بالعراق، يعني هي عدد العطل تفوق ايام الدراسه، انت تتفق وياي سيد حيدر يعني شلون يتم تعويض الطلاب عما فاتهم من دروس؟ بالتاكيد سيده وجدان، احنا نتحدث بشكل صريح جدا وبشكل مكشوف اليوم، ما بات او بات لا يخفى اي شيء عن المواطن او عن العائله وحتى عن وسائل الاعلام، بعد ان اصبح ممكن انه المواطن هو الصحفي، هو الذي ينقل كثير من الاخبار وكثير من المعاناه، ممكن في اي مؤسسه كانت او في اي مجال من المجالات كانت. اليوم حتى التعويض، تعويض الماده العلميه بات صعب جدا. تحدثت قبل قليل عن ايام قبل، كان عندنا أيام قبل ممكن أن نأخذ درس إضافي، درس تقوية بعد نهاية الدوام. صحيح. أو قبل نهاية الدوام ممكن بساعة. الآن حتى هذه دروس التقوية لا يمكن أنه تكون في بعض المدارس بسبب نقص الأبنية المدرسية، وهذه المدارس بها ممكن يكون دوام مزدوج ثنائي وقد يكون في بعض المدارس ثلاثي. هذه أيضا ألقت بظلالة، لذلك إحنا اليوم من قلنا أنه عطلة يوم السبت، تعلق العطلة وبشكل ليس بشكل الكامل، إنما فقط المدارس اللي تشوف أو اللي أنه ترى على أنه يجب أن يكون هناك تقسيم إلى الحصص الدراسية على 6 أيام، لكن الدوام يكون 5 أيام للطالب و5 أيام كذلك للمدرس، لكن تعطي مساحة أوسع لإدارة المدرسة بتقسيم طلبتها وتقسيم الحصص من أجل أن ينال الطالب المادة العلمية بشكل جيد. وهذا ما اضطرنا أيضا إلى أن نعمل بتكييف المناهج فقط للمراحل المنتهية، لأنه خلال السنتين الماضية كان هناك تكييف بالمناهج بالنسبة للمراحل غير المنتهية لوصول الطالب إلى الصف الثالث المتوسط أو السادس الإعدادي أو السادس الابتدائي، بتكييف للمناهج التي أعطيت له خلال هذه السنتين الماضية. تكييف المناهج هذا نعم صحيح لم يكن على المادة العلمية أو المعلوماتية في المنهج، إنما كان على التكييف على المناطق، على العفوا المعلومات الإثرائية، لكن في حد ذاته هي المعلومات الإثرائية هي عامل مساعد أو وسيلة من وسائل المساعدة لفهم الطالب لهذه المواد. فبالتأكيد حينما نكون في هذا الموقف الحرج أو في هذه الأنظمة وفي هذا العمل، نحتاج إلى العمل ببعض القرارات لتواصلها لحين الوصول إلى استقرار كامل.